الذي يترقب من الجميع في هذه الانطلاقات. مشاهدين الاعزاء، الشوط السابع اعلنت اعطت اشاره البدء بالانطلاق قبل قليل، وهو مع الجعدان المحليات الاصايل لذاع بشعارات ابناء القبائل بشعارات في هذه الانطلاقات الجميله. نسير الى مقدمه الشوط لنعطي حضراتكم الوسط التفصيلي عن المراكز العشر. يتقدم الجعدان شاهين، محمد بن فري بن عتيج المهيري هو اللي في المركز الاول، بينما المركز الثاني ياتي في ثاني المراكز شاهين سالم بن عامر بن عمهي المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز ياتي في المركز الثالث مياس سعيد بن عبيد بن مروشد، على المركز الثالث المركز الرابع رابع المراكز هناك ياتي ظبيان عبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة هو اللي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس أس خليفة بن راشد بن سرداح، وهناك ياتي حشيم مطر بن حمد بن عمير الشامسي في تنافس وصراع قوي في الميتين متر الأخيرة، ولكن حشيم هو الأجدر وهو الأقوى في الأمتار الأخيرة وانطلاقته على ناموس. تهانينا لمطر بن حمد بن عمير الشامسي لحظات الوصول والفوز والناموس، بينما المركز الثاني وصل مياس خليفة بن راشد بن سرداح اللي في المركز الثاني، المركز الثالث مياس سعيد بن عبيد بن مروشد في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع لمطر بن نصيب اللي وصل في المركز الرابع، والمركز الخامس حشيم العلي بن محمد بن راشد الكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود الى التوقيت الزمني، وهذا حشيم قطع المسافه 9 دقائق 45 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. تهانينا مطر بن حمد بن عميره الشامسي على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثاني. المركز الثاني وصل في شاهين، قطع المسافه في 9 دقائق 45 ثانيه وثمانيه اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك شاهين خليفه بن راشد بن سرداح، بينما المركز الثالث الوصول للحظات المركز الثالث